أولا يتم توفير السيولة عن طريق بطاقات الأغراض الشخصية اللي هي نقول لها بطاقات الفيزا، ولم يتم تقديم أي دعم من مصرف ليبيا المركزي منذ فترة. وكما تعرفون أن يوجد لدينا مصرف ليبيا فرع سرت هنا مقفل من 2015 من فترة الحرب، يريد من الجهات المسؤولة أنها تقوم بإعادة فتح هذه المؤسسة، وذلك لغرض توفير السيولة وتسهيل المشاكل عليه أغلب المصارف. يبدأ مرات فيه سيولة زيادة، معناها بدل من نوقف على الإيداعات ممكن نودعها في مصرف ليبيا باش يستفيد منها مصرف ثاني. بالطريقة هذه نضطر إني نوقف على الإيداعات، ما عادش ناخذ عندي سقف معين ما عادش نقدر نزيد عليه. ولهذا يريد نطلب من الجهات اللي هي مثل المجلس البلدي أن هو يسعى بإعادة فتح مصرف ليبيا المركزي، وهذا مهم ياريت يسعى فيه. احنا بالنسبة من يوم فتحنا في البطاقات هذه 10,000 كان السقف الحق كويس يوصل لعند 20,000 وأكثر في حالة توفر سيولة أكثر، ولكن اليوم الإدارة العامة بمناسبة شهر رمضان داروا تحديد للسقف بقيمة 2000 دينار ليستفيد جميع الزبائن من السيولة. والحمد لله السيولة لحد الآن ماشية، ما دام البطاقات مفتوحة السيولة كويسة متوفرة، وإن شاء الله ما تنقصش على أهالينا في مدينة سرت. وما يتعلق بتأخر إدراج المرتبات للزبائن هذا يرجع لمنظومة المقاصة، لأن منظومة المقاصة هذه كيف ما عارفين مسكرة ما بين الجهة الشرقية والغربية، فيه مشاكل مصرفية، ولكن نسعى احنا نحاولوا ان باتصالاتنا بعلاقاتنا ان نتواصلوا مع المصارف الاخرى ونحاولوا ان نمشي المرتبات. ولكن في عائق، في عوائق صعبة شوية، لان ما كان لي ما حصلتش قيمة السك في حسابي يصعب علي اني نزله للمواطن، ولكن نجري مع حد الجهد اللي نقدروا عليه، والله ما نقصروا معه لنا في سرت. ولكن نقول ان شاء الله تنحل المشاكل هذه، ان شاء الله تفرج ان شاء الله يا رب. واما ما يخص الاحتياطات والاحترازات الخاصه بمجابهه فيروس كورونا، نبهنا عليه اغلب الزبائن بلبس الكمامات، باخذ المسافات، وبالتباعد دائما عن بعضهم البعض. لكن في ناس سمحهم الله عندهم اللامبالاة الحق، ولكن نحاولوا ان ديما ننصف الناس انهم يتباعدوا على ديما يديروا الاحتياطات القانونيه، لان في مشاكل واجده وفي وفيات في المدينه كلها راهو اسباب كورونا. الناس واخذه الامور عاديه. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويسلم الجميع.